من أجلك عشنا يا وطني نفدي بالروح. أيها الأخوة، السلام عليكم ورحمة الله. نقدم لحضراتكم برنامجا خاصا عن مشاركة سمو أمير البلاد المفدى في مؤتمر القمة للدول المصدرة للنفط. أيها الأخوة، في كل تجمع من أجل الخير سواء على المستوى الإقليمي أو على المستوى الدولي يرفرف دائما علم قطر، وفي مطلع هذا الشهر كان لقطر دور بارز في واحد من أخطر المؤتمرات التي عقدت في السنوات الأخيرة، مؤتمر القمة للدول المصدرة للبترول. وقد نجح قادة هذه الدول 13 في توحيد موقف دولهم للوقوف أمام محاولات الاستغلال، وفي الوقت نفسه مدوا يد الصداقة للعالم كله معربين عن حسن نواياهم من أجل إرساء نظام اقتصادي وعلاقات دولية تحقق الخير والعدل للبشرية كافة. ومن هذا المنطلق كانت مشاركة حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في مؤتمر القمة الأول للدول المصدرة للبترول الذي عقد في الجزائر في الفترة ما بين 3 و 6 من شهر آذار عام 1975. ففي الساعة 8 من صباح يوم الاثنين 3 آذار الجاري غادر حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى مطار الدوحة الدولي متوجها إلى الجزائر الشقيقة للمشاركة في اجتماعات مؤتمر القمة لمنظمة الدول المصدرة للبترول أوبك. وجرى لسموه وداع رسمي اشترك فيه أصحاب السعادة الشيوخ والوزراء والقائد العام للقوات المسلحة ورئيس مجلس الشورى ورؤساء البعثات الدبلوماسية وأعضاء مجلس الشورى وكبار موظفي الدولة والشخصيات. والدعم المطلق نبذله للشعب الرافض تجينا من أجلك يا من أجلك يا وطني. يا سائل عرب ملتنا ثم اعتلى سموه حفظه الله منصة الشرف وعزفت فرقة موسيقى الجيش السلام الأميري تحية لسموه.
وبعد أن فتش سمو حرس الشرف توجه إلى الطائرة التي أقلته والوفد المرافق له إلى الجزائر. وقد رافق سمو أميرنا المفدى وفد رسمي ضم سعادة الشيخ عبد العزيز بن خليفة آل ثاني وزير المالية والبترول الموجود في ذلك الوقت في الجزائر، وسعادة الدكتور حسن كامل مستشار دولة قطر، وسعادة السيد عيسى الكواري وزير الإعلام، والسيد يوسف النعيمي مدير التشريفات بالوكالة بقصر الدوحة، وسيد عبد الهادي بن زابن، والسيد حمد أبو صلعة. كما رافق سموه وفد إعلامي. المطلق نبذله للشعب الرافض تجينا من أجلك يا من أجلك يا وطني. يا سائل عرب ملتنا. وفي مساء اليوم نفسه وصل سموه حفظه الله إلى الجزائر، حيث كان في استقبال فخامة الرئيس الجزائري هواري بومدين الذي تعانق مع سموه عناق الود والأخوة، بينما كانت المدفعية تطلق 21 طلقة تحية لسموه. كما كان في استقبال سموه أميرنا المفدى سعادة الشيخ عبد العزيز بن خليفة آل ثاني وزير المالية والبترول، وسعادة السيد عبد القادر بريك العامري سفير دولة قطر في الجزائر، وكبار رجال الجمهورية الجزائرية. وبعد أن صافح سموه كبار مستقبليه توجه الزعيمان العربيان إلى منصة الشرف، حيث عزفت الموسيقى السلامين الأميري القطري والجمهوري الجزائري، ثم فتش حرس الشرف، وبعد ذلك صافح سموه أعضاء السلك الدبلوماسي. من أجلك عشنا يا وطني نفدي بالروح أراضينا. قد كنا أمس عمالقة في الحرب نذل أعادينا، وإن اليوم عمالقة في السلم حماة مبادينا.
بعد ذلك توجه سمو الأمير المفدى في موكب رسمي إلى ضاحية غابة الصنوبر بالقرب من العاصمة الجزائرية، حيث أقام زعماء دول أوبك أثناء انعقاد المؤتمر. وقد أدلى سموه حفظه الله ببيان لدى وصوله أكد فيه أن لقاء القمة البترولي سيوضح الحقائق أمام الرأي العام العالمي، ليعطي الدليل على أن هذه الدول على أتم الاستعداد لبذل كل الجهود بغية التعاون مع الدول الصناعية لدعم مبدأ الحوار والعمل الجماعي من أجل إيجاد حل للمشاكل الرئيسية التي تجابه الاقتصاد العالمي. وأعرب سموه عن يقينه بأن مؤتمر الجزائر سوف يحقق الغرض الذي دعي للانعقاد من أجله. وقد شارك حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في اليوم التالي لوصول سموه إلى الجزائر في أعمال مؤتمر القمة لدول منظمة الأوبك. وقد افتتح الرئيس الجزائري هواري بومدين المؤتمر بكلمة أكد فيها أن الدول المنتجة للنفط لن تخفض أسعار بترولها، وقال إن على دول المنظمة أن تدافع عن المكاسب التي حققتها. وأضاف أن الدول المنتجة على استعداد لتخفيض أسعار البترول شريطة أن توافق الدول الصناعية على الإسهام في إعادة الاستقرار إلى الاقتصاد العالمي. وأعرب الرئيس الجزائري عن استعداد دول أوبك لبحث مسألة النفط في مؤتمر يضم كذلك الدول الصناعية والأقطار النامية. وقال إنه لكي ينجح مثل هذا المؤتمر فلا بد أيضا من بحث مشكلة المواد الخام والتنمية. وقد بدأ سمو أميرنا المفدى منذ وصوله إلى الجزائر اتصالاته ومشاوراته مع أخوانه ملوك وأمراء ورؤساء الدول العربية والصديقة، إذ قام سموه حفظه الله بزيارة أخيه صاحب السمو الشيخ صباح السالم الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، حيث كانت الموضوعات المطروحة على جدول أعمال مؤتمر أقطاب الدول المصدرة للبترول والأوضاع العربية والعلاقات الوطيدة القائمة بين البلدين الشقيقين مدار بحث في هذا اللقاء. من أجلك عشنا يا وطني، نفدي بالروح أراضينا، قد كنا أمس عمالقة في الحرب نذل أعادينا، وإن اليوم عمالقة في السلم حماة مبادينا. من أجلك يا من أجلك يا وطني، أبطالا كنا لا نرضى غير الأمجاد تحيينا، نزهو بالماضي في ثقة والحاضر يعلو ماضينا، فجرنا الثورة من أزل، سجل يا دهر معالينا. وفي نطاق المحادثات التي أجراها سمو أمير البلاد المفدى، استقبل سموه حفظه الله سيادة الرئيس كارلوس أندري بريت رئيس جمهورية فنزويلا، وتم في اللقاء استعراض والقضايا المتعلقة بأبحاث مؤتمر القمة البترولي والعلاقات القطرية الفنزويلية. خيرات الشعب نقسمها فينا بالعدل.
وشارك حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى أصحاب الجلالة والسمو والفخامة ملوك وأمراء ورؤساء الدول المصدرة للبترول في جلسات المؤتمر المغلقة التي بحثوا خلالها بالتفصيل الموضوعات المطروحة على جدول أعمالهم، والتي كانت دول العالم تعلق عليها الآمال الكبار. واستقبل سمو أميرنا المفدى سيادة الرئيس الغابوني الحاج عمر بونغو، وقد جرى في هذا اللقاء بحث العلاقات بين دولة قطر وجمهورية الغابون والقضايا المتعلقة بالعلاقات العربية الإفريقية وأبحاث مؤتمر القمة البترولية. من أجلك عشنا يا وطني، نفدي بالروح أراضينا، قد كنا أمس عمالقة في الحرب. وقد اشترك سمو أمير البلاد المفدى مع أخوانه قادة دول منظمة الدول المصدرة للبترول في حضور الجلسة الختامية لمؤتمر قمة الأوبك. وقد تحدث الرئيس الجزائري هواري بوميديان في هذه الجلسة العلنية، فشكر رؤساء الوفود وأكد أهمية القرارات التي وافقوا عليها لوضع الأصول السليمة للعلاقات بين الأقطار المنتجة للنفط والدول المستهلكة له. وقد أدان المؤتمر التهديدات والحملات العدائية ضد دول أوبك، وكذلك أي مخطط يهدف إلى العدوان الاقتصادي أو العسكري من جانب الدول المستهلكة. وأعلن المؤتمر استعداد الدول المنتجة في إطار أوبك لاتخاذ إجراءات فورية فعالة من أجل التصدي لهذه التهديدات. ووافق الملوك والأمراء والرؤساء من حيث المبدأ على عقد مؤتمر دولي يضم الدول المتقدمة والدول النامية، على أن يتضمن جدول أعمال هذا المؤتمر مشكلات الطاقة والمواد الأولية وإصلاح نظام النقد الدولي والتنمية. وأعلن الرئيس الجزائري هواري بوميديان أنه تم توقيع اتفاق كامل يسوى جميع المشكلات القائمة بين العراق وإيران. يسعدني أن أعبر لكم عن أخلص مشاعر الامتنان على الثقة التي وضعتموها فينا، وعلى ما أبديتموه من تعاون وتفهم أثناء مداولتنا، وهو ما ساهم في تسهيل أداء مهمة التي أنيطت بنا. ولا غرو بين هذا التعاون وهذا التفاهم ينبعان من مشاعر التضامن العميق، فقد أصبحت معترفا بها كطرف مؤهل للتفاوض مع البلدان المصنعة، في حين أنها لم تكن منذ 5 سنوات مضت تحظى بأي اعتبار من طرف هذه البلدان التي طالما تجاهلتها. الحقوق المطلقة
والثابتة لشعوبنا في ملكية مواردها الطبيعية وتحديد أسعار موادها الأولية لواعون كل الوعي بأننا لا نعمل لصالح شعوبنا فحسب بل وأيضا لخير جميع الشعوب التي لا تزال تعاني من الاستغلال. وقد جرى لسمو الأمير المفدى توديع رسمي في مطار الجزائر كان على رأس المشتركين فيه سعادة السيد بلعيد عبد السلام وزير البترول والطاقة الجزائري. وقد أفضى سموه حفظه الله بتصريح قبل مغادرته أرض الجزائر الشقيقة أكد فيه أهمية النتائج التي أسفر عنها مؤتمر القمة للدول المصدرة للبترول. وقال سموه إن هذه النتائج جاءت مؤكدة وحدة الموقف موطدة أركان التضامن بين دول الأوبك. كما أعرب سموه عن أمله في أن تجد دعوة المؤتمر للتعاون الدولي الاستجابة من العالم الصناعي تحقيقا لما تنشده الأسرة الدولية من قيام نظام اقتصادي واجتماعي جديد تراعى في ظله مصالح الشعوب كافة.